جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. من المدن التونسية اللي وقع تأسيسها من وقت الرومان، هي مدينة مزيانة عندها تراثها، صحيح ما هيش مدينة برجوازية كما سيدي بوسعيد ومعروفة في العالم كامل، لكن عندها الشارم نتاعها وعندها كل مرة يجيو ضيوف من عدة بلدان من العالم اللي يجيونا يتغرموا بهرقلة ويربطوا معها علاقة وطيدة. هذه اللي خلات الملتقى كما قلت لك بالإمكانيات الصغيرة تكبر وتوصل للدور 11. تكلمت عن الضيوف اللي يجيو من الخارج من العالم الكل لدورة سناء، شكون باش يجينا سناء وشكون من السينمائيين واكيد البلدان اللي مشاركه ضيوف اللي باش يجيونا منين؟ البلدان عديده كالعاده، من افريقيا ومن حوض البحر الابيض المتوسط، لانه كما تعرفوا ملتقى هرقلة السينمائي يعتني بالسينما القصيره والوثائقيه من افريقيا القاره اللي ننتمي لها والبحر الابيض المتوسط لانه تونس متوسطيه حتى هي. الضيف اللي فرحانين بوصوله لانه ما كان ساهل باش يوصل الهرقلة وهو موجود في مدينه سوسه الليله هو محمد ملص. محمد ملص من المخرجين اللي تحصلوا مرتين على التانيث الذهبي في ايام قرطاس السينمائيه. محمد ملص من المخرجين المعروفين السوريين. محمد ملص عنده تجربه خاصه لانه اكثر من 20 سنه يمثل التجربة خاصة جدا، لأنه كان يمثل ثلاثي مع عمر أميرلاي الله يرحمه المخرج السوري المعروف أكبر أحسن مخرج أفلام وثائقية في العالم العربي، وأسامة محمد، ثلاثة مخرجين سوريين خدموا مع بعضهم وكان فما تعامل خاص جدا يعني سبيسيال ما بيناتهم، لأنهم خدموا الإيجاد صورة وذاكرة سورية خدموا مع بعضهم، ما كانش فما كونكورنس ما بيناتهم وهذا ضد هذا والآخر يشتم في الآخر كما نشوفوا في عدة بلدان حتى في تونس، هذا كل واحد فما الكونكورنس ما بين المخرجين. هذوما ثلاثة خدموا لأكثر من 20 سنة مع بعضهم، هذه حاجة خاصية. ومحمد مرس في تونس سنة باش يمثل هالثلاثي وباش يمثل الثلاثي من خلال باش يتكلم على تجربته في الثلاثي هذا، بل ما يتكلم على تجربته الخاصه يعني في حياته، باش يحكي زاد على التجربه مع الزوز مخرجين اللي تكلمت عنهم. فوالا، وشكون اخر باش يجي؟ مخرج من جنوب افريقيا اسمه كريس اوستين. كريس اوستين مخرج كان في المهجر ما في الاون اكزيل، لانه كان من المخرجين جنوب افريقيا البيضة اللي كانوا ضد الميز العنصري الابارتايد. عمل برشا افلام من خلال الوجود نتاعو في زيمبابوي، كان ما بين لندن وزيمبابوي، وعنده زاد في الكارير نتاعو عده افلام على الموسيقى. فمثلا من الافلام المعروفه نتاعو على هو من جنوب افريقيا لكن عامل فيلم على المغني المعروف سريف كايتا اللي عنده قصه خاصه، لانه يعني هو من الكاست نوبل من العائله المالكه في الامبير موندانك، وكان ممنوع عليه باش يغني وهو البينوس وتحدى العادات والتقاليد نتاع المالي، ولا من اكبر المغنيين في افريقيا. وكريس اوستين عمل فيلم عليه وعمل افلام اخرى على عده شخصيات غنائية، ويعني مخرج ممتاز لكن مش معروف برشا في تونس لأنه أنجلوفون وجاء لتونس في فورستين، جاء كعضو لجنة تحكيم في أيام قرطاج السينمائية عام 94، والفرصة دي متاع هرقلة باش الشباب هاكا مخرج عربي ومخرج إفريقي لكن أنجلوفون باش ننوعوا. هذه الأسماء الكبيرة اللي باش تكون في ملتقى هرقلة السينمائي. أنا في الأصل ندرس السينما وكنت كل عام نجيب الطلبة نتاعي، كنت قاري في جيبس مولتو مازل ما بين جيبس وتونس، نجيب الطلبة نتاعي وبالنسبة لي نمن بالملتقى كأنه مدرسة صيف، معناتها الحاجات اللي ما نشوفوهمش في وسط العام، ولا خاصة عندنا ممكن حتى في التكوين نتاع الطلبة مشكلة صغيرة في نقص في معلوماتهم في السينما الافريقيه والسينما المتوسطيه. شو يقولوا لك الطلبه بعد ما يكملوا الملتقى وايامات الملتقى الحلوه على كل دوره؟
شنو يقعد في بالهم، شنو الحاجات اللي يقعدوا يحكيوا عليها؟ عمرهم ينجموا يتفرجوا فيهم أيام، معناتها هرجلة توفر لهم فرصة خارقة للعادة، على خاطر ما همش أفلام تجارية وصعيب ياسر باش تجم تلقاها، ما همش سنسون با دي فيلم تيلي شارجابل ولا بيغاتابل ولا ستريمينغ اي اون بلوس مع في حضور المخرجين، معناتها حتى كيف يحضروا في ليزاتولي في الصباح، خاطر رائع انك تتفرج في فيلم اون بلوس تحكي مع المخرج نتاعو وتتعلم منه وتحكي منك ليه، والمخرجين هذوما معناتها مخرجين اوغ نورم، على خاطر انا هكا نمن اللي المخرجين نتاع الدوكيومونتير سون دي جون اوغ نور، خاطر يعيشوا مع لي بيرسوناج نتاعهم، سون دي فيلم دو لا رياليتي وعندهم ان بوين دو فيو اكسترودينير، دونك وياسر متواضعين. مؤمنة اكثر بالوثائقي انت اكثر منه مثلا الافلام الروائيه اللي هي قصه مثلا؟ يظهر لي نحن في وضعيتنا نحن معناتها كافريقيين وكمتوسطيين يظهر لي وقعنا ماذا بينا نشوفوه بعين اخرى وننتجوه زادا بعين اخرى. يظهر لي سؤال في الاول كان على المجموعه اللي خدمت معك في دوره سناك، كيفاش حضرتوا شنو عملتوا للملتقى هذا في دورته لحديش؟ هو كيف ما قال لك سي محمد، هي نحكي على مستوى التنسيق مش على مستوى البرنامج، خاطر يلزمني ناكد اللي هي راهي جمعيه دونك راهو عمل تطوعي، معناتها الناس الكلهم ايسي سي دو بينيفولا، معناتها كما جاش الغرام والحب والفجعه زادة انه الملتقى هذايا يندثر، انا ياسر خاطر فما جمعيه اخرى هي اللي سنة معاونه برشا تنظيم، ويظهر لي هي اللي باش تهز المشعل معناها. شكون هي الجمعيه اللي تكلم عليها؟ جمعيه هرقل المستقبل اللي هما معناتها سي لي جون دو هرقل، سي لي زونفون دو هرقل اللي فما منهم معناتها مواكبين الملتقى منذ توا 10 سنين واللي هما صغيرات وقاعدين يكبروا معناها، وفما شكون حتى الملتقى هذا بدل له حياته معناها. ونحيي ياسر مروان عربي اللي هو معناتها توا 10 سنين التالي سيتي ان انفون ان جون وتوا يقرا ميدسين، ما حاسيلو لو سينما بور لوي سا لوي جونج لا في. مروان عربي اللي كان بحذانا وحكى لنا على هرقلة تتنفس فن وهرقلة تحكي تاريخها، يقرا ميدسين كما قلت ربي نجحوا هو وليكيب اللي واجه الشباب الفجعه هذه وفجعه الفجعه نتاعنا كل العام اللي تعدى وانت ما تعرفش على روحك باش تنجم تقدم في التظاهرة وتعملها، لأنه فما مشاكل متاع مثلا ما عادش عندك الانرجي، أنا ما عادش عندي الانرجي متاع اللي كانت عندي 10 سنين تالي، ونبدأ خايف لا من نجمش نوصل مع الليكيب اللي نخدم معها باش نعمل التظاهرة، فجأة الأخرى ما تعرفش على روحك باش يكون عندك تمويل، ما عندكش خصوصا في الثلاثة في خنقوله في الأعوام الأخرانية، ولا صعيبه باش تتاكد اللي انت عملت دوسي وهزيته الاداره والدوسي هذاك موجود، لازمك تبدا تتبع فيه وتلوج عليها وضاع من هنا والفاكس ما جاش، يعني فما فوضى. هذه الامور البيروقراطيه، هذه امور بيروقراطيه اللي تفجع اكثر ما من اي حاجه اخرى. يعني فما حاجه اخرى راهو ما عملناه السنه، القانون الجمعيات تفعل ولا الحاجه اللي كنا نجمو نعملوها في شهر توا يلزمها 6 شهور، معناها يلزمك تبرر اللي انت قاعد تعمل في حاجه تطوعيه، معناها كل حاجه تعملها بجو بينيفولا ولا هي ما خلصتش فيها يلزمك تبرر اللي انت راك ما خلصتش فيها، معناتها مش تتعدى اوتوماتيكمون، مش خلصت وصح فما توصيل، العكس ما لحقت شيء من عدم ظهر لي ما فما شيء صح اللي انت راك ما خلصتش، ويزمك تبرر مواردك الكل، معناتها ما بأون مانيير ياسر ولا تتقلق بالحق، معناتها اي جمعيه ثقافيه كيف نحن اللي نعملوا تظاهره في العام في هرقلة الميزانيه نتاعها 10,000 دينار، يلزم توا بالقانون الجديد كل شهر نمشيو للقباضه ننزل لهم ورقه ونخلصوا 5,000 ولا قد ايه ونقولوا لهم رانا ما عملنا حتى شيء، معناها الوقت اللي كان عندك العمل التطوعي باش تنفع به، انت تتكلم على مروان بكري باش تنفع به اطفال واحد، يلزمك توا تمشي تدور على السي ان اس اس وعلى القباضه وعلى هذاك باش توري. انا قلت حاجه اللي جات كيف جات وحدها، قلت اللي
اللي باش يعمل مطلب توا ودوسي ملف باش يطلب فيه كمية الأوراق كبيرة باش يكون أناكت أنتي إيكولوجيك، معناها باش تعمل برشا أوراق والأوراق جايين من الشجر الواحد، سي أناكت أنتي إيكولوجيك. في عوض باش تعلم الناس أنهم ينتبهوا كما عملنا عملناه للمحيط والبيوديفرسيتي والواحد، وليت أنت باش تمشي تلوش ورقة منا ورقة من بعد واحد تهز برشا. أنا عندي 3 أو 4 أيام حبيت نقول مسؤول على مؤسسة تونسية، بربي عطيني هيك الدوسي جبتولي خنوزو نشوفو قداش ولا فيه قداش باش تلمو فما برشا وراق. يعني يلزم هالقانون هذا ينظروا فيه، ويلزم حسب رأيي أنا كل الجمعيات اللي سنسير واللي قاعدة تخدم ماهيش قاعدة بزنس وماهيش قاعدة تعمل في حوايج يتلموا ويحاولوا باش يقاوموا قبل كل شيء هالقانون الجديد اللي هو غير ديمقراطي. ما تنجمش انت تطلب من واحد يعمل في عمل تطوعي باش يولي ادمنستراتيف ويضيع الوقت نتاعو وهو يتبع في الاوراق وفي في القبضات في الواحد. ما تنجمش جمعيه ثقافيه ماهيش جمعيه رياضيه ولا ماهيش جمعيه خيريه، معناتها أنا معناها تحس اللي قانون الجمعيات لم هالكل مع بعض. اي وتظهروا فيها جمعيات ثقافية، وبون نحن أنا نفهم اللي نحن الكادغ بوليتيك ولا اللي قاعد تمر بيه البلاد هو اللي قاعد يصعب في الحكاية. أما يا أخويا أخي ما ذنبي أنا كان تعمل لي الإحباط أنا معشو من واصل راني. صحيح تو الواحد يزمو يحتاط تو دولة القانون، يزمك تراقب الناس، أما ما يفوش ما يزمكش. بل كيفاش نجم تراقب تو أنت تكلمت على المراقبة هنا؟ جمعية عندها 11 سنة في بالي. إيه ما تطلبش من جمعية ثقافية أن يكون عندها كود فيسكال وتمشي تقول على التي في آر، إحنا ما نبيعوش نشريو، إحنا عندنا منحة ولا تبرعات نصرفوها باش نعملوا تظاهر. ولا تحط أن ليميت تقول اللي عنده أكثر من 50,000 دينار يلزمهم يعملوا، ما تربطش كل واحدة عندها تصرف 500 دينار في العام ولا جماعة اللي عندهم إمكانيات وما تعرفش على التمويلات المدينة في نفس الواحد. ما تنجمش تربط كل الجمعيات اللي عندها ملتقى كيف نحن وتحاول باش تنشط في الثقافة وعندها ميزانية متاع 10,000 دينار كل عام، تقول لها برمش يعمل اللي تعملوا جمعية رياضية ولا ناس عندهم البروفيسيوناليزم مش كيف كيفاش يحسبون احنا كمشاركة نفس ما تجيش. العمل التطوعي وعمل المجتمع المدني ما ينجمش يكون كما جمعية، ما نجمش انا ناقف في الصف كما سمحني كما شركة ونعمل نفس البروسيدور. الشركة يزمها تعمل ديكلاراسيون بتاع تي في ا ولا بتاع كل شهر واحنا يزمنا ناقف ونعمل. يلزم ان يقع اعادة النظر في النظام اللي في عوض يخلي الجمعيات تنتفع، الجمعيات الناشطة واللي قاعدة تنشط واللي قاعدة تعطي مش تاخو من البلاد، قاعدة تعطي في تونس وتحب تونس ما يزمهاش تكون بيناليزي كما الجمعيات وإلا الشركات، مش نفس الشيء. حكيت على المصاريف، فما تمويل السنة ولا مازال ما وصل شيء في ظل الكلام اللي كنت تقول فيه كله؟ التمويل اليوم وقعت يعني المشاكل هذه البيروقراطية خلت لجنة المهرجانات تنظر في المطلب نتاعنا اليوم وقرروا باش معناها ليلة قبل المهرجان ينظروا في المطلب؟ اي لانه احنا قاعدين برشا وقت نلوجوا على الاوراق نتاع سي ان اس اس ونتاع الواحد ولمينا في الصيف هذاك في عود نتلهاو بالارتيستيك والضيوف نتاعنا قاعدين نتلهين بالوراق اللي ما كناش نعرفوهم. فما قانون عنده ما نعرفش قداش تفعلتو قالوا لنا سنة يلزم تفعل السنة هذا يلزم تجيب الأوراق يلزمك تدور وتعمل وما تفهمش انت في الحكاية هذه وعندك تريزوري ماهوش سبيسياليست ماهوش كيما في شركة سيتان فولونتير تضيع برشا وقت تجبروا باش ينتظروا حتى الدوسي نتاعنا يكمل فيه آخر ورقة بعثناه لهم تاع سي ان اس اس اللي احنا ما عندناش خدامة يخدموا العام كامل ولا باستمرار، لكن عندنا بعض الناس اللي تجي تخدم معنا تنظف لنا المعصرة نتاع زيتونة والا تبيضها والا تجي تعمل بيرفورمانس ميوزيكال ولا حتى هذا معناها مش خدمة مستمرة. باش وصلنا خدينا الورقة هذه اللي احنا ما عندناش
خدامة قارين وما يلزمناش نشتركوا في الضمان الاجتماعي باش وصلنا خلاص وما فماش فلوس وكله عمل تطوعي وكله 10000 دينار والبقية الكل كله عمل تطوعي وناس تخدم وصلوكم ال 10000 دينار تو يوصلوا تو يوصلوا قرروا اليوم لا ما الوزارة كل مرة تقرر تعطينا منحة ما تخلاش عليها في يعني لا 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 هو اوبوزمون مازال وزارة الثقافة انا اللي مقلقني واللي اكتشفته اللي ما فماش دي ميسان نتاع الثقافة في تونس معناتها ما فماش شكون يحب يلسانفيستي في يلانفيستي بلوتو في الثقافة رغم اللي فما برشا بلدان اخرين فما عباد كي انفيستيس كي كوا فريمون وبعد يقول لك يجيوك البلاوات هي عاد كان انت ما تعملش عملية وقاية وما تساهمش من الاول كيفاش لا ممكن اللي يعملوا سبونسورينج يهمهم مهرجان كبير كما مهرجان سوسة الدولي ثم برشا ناس واحد سي اون اوبيراسيون كوميرسيال تظاهرة صغيرة كتبنا راهو احنا كنا محليين ما نمشوش لوجو فلوس في تونس نسألوا في سوسة وكتبنا بعض الشركات نتاع سوسة اللي عندها العادة باش تدعم مهرجانات لكن ما يجاوبوكش معناها تحس اللي الشركات نتاع سوسة مثلا ولا المستشارين اللي كانوا في وقت من الاوقات ينجموا يعاونوا ملتقى هرقل السينمائي ما عاونوش على خاطر يعاونوا في مهرجانات ما اكبر على خاطر تهمهم المهرجانات الاكبر خاطر فيها اكثر جمهور وعندهم اكثر حضور في وسائل الاعلام معناتها العقليه نتاع انا عطيتك رجع لي توت سويت مش انا عطيتك رجع لي في بعد خمس سنين ولا بعد في الجيل اللي باش تربيه الواحد معناها ما فماش خوذ باش نعاونك في المشروع نتاعك التثقيفي التربوي لا انا عطيتك رجع لي خلي الناس تاكل وتشرب اللي انا نبيعه معناتها الكونسوماتور هو اللي يمشي يتفرج على المهرجان هو يرجع للكونسوماتور معناها العقليه اللي نعرفها هنا في بلداننا الأوروبية اللي ما يعطيوش الفلوس كان باش يرجعوا ليماج دو مارك وباش يرجعوا من الفلوس اللي عطاوهم كونسوماسيون من الكونسوماتور سالا ساعة في عدة أحيان يعطيو الفلوس باش يساهموا في مشروع ثقافي يأمنوا به ما نعرفش أنا يلزمنا ممكن تحسيس أكثر ولا نستدعيو أكثر ناس ولا نحاولوا باش نحسوهم باش يجيونا يجاونا يا يعني يا شركات تونسية ولا مؤسسات تونسية اللي موجودة في سوسة يجاو وشوفونا فاش نعملوا وحاولوا باش تعاونوا التدورة دي لأنه تنجموا تعطيوا توا وتنجموا تاخذوا بعد 10 سنين أكثر من اعطيتوه سنة 2015 اللي يقول ملتقى هرقل السينمائي ما ينجمش يقول يقعد ما يقولش أفلام لازم نحكيوا على الأفلام اللي مبرمجة في دورة السنة هذاك علاش باش نخليكم بعد بعض لحداش شوية بركة بعد موجز أخبار السنة عيد ميلاد السينما هذا من التدورات اللي باش تكون موجودة في الملتقى سي محمد شلوف شنو حضرتوا؟ حضرنا له سهرة الافتتاح سهرة الافتتاح احتفلنا عندنا 20 سنة مئوية سينما سنة 120 سنة مش كما المئوية لكن فما عدة تدورات سينمائية مثلا الفستيفال نتاع الانستيتيو لوميير في ليون حضر برنامج كبير احتفال ب 120 سينما احنا في هرقلة كبير وقدر اي احنا في هرقلة قلنا بكري اللي محمد مرس باش يكون موجود معانا باش يقدم في سهرة الافتتاح غدوة فيلم ممتاز انا مش معروف في تونس باش شافه حد شفته انا في احتفال وقت احتفلنا ب 100 سنة على السينما على رائد السينما السوري بيرسوناج هذايا شخصية خارقة للعادة في سوريا تشبه رائد السينما في تونس اللي هو البير سمام الشكلي واللي هو اللي أول يعني سينمائي يحمل الكاميرا في القارة الأفريقية وفي العالم العربي البير سمام الشكلي شوف ديما تونس هي رائدة في أول مهرجان سينما أول مخرج سينمائي الفيلم هذايا نور وذيلان محمد ملس عملوا مع عمر أمير لاي وأسامة محمد باش يقع عرضه باش الشباب اللي يبدأ حاضر والجمهور يتعرف على هالمبدع السوري اللي حاول من خلال اهتمامه بالسينما باش يعني في سنوات 60 كان يخدم باش يعمل سينما 3D في سوريا يعني من الناس اللي كانوا بارزين في تقنية السينما
والفيلم الاخر هو تكريم الكاتب تونسي غادرنا من يعني مش من ما عندوش برشا من غادرنا هو عبد الوهاب المد. عبد الوهاب المد الله يرحمه تعامل مع مخرج معروف كبير من الشيلي اسمه راول ويتس من المخرجين الافلام الوثائقيه المعروفين وعملوا فيلم مع بعضهم مرايا تونس ميروار دو تونس باش نعديو في التظاهر هذه وباش تبدا السهره بما يسمى بسيني كونسير تكريما اللي قلنا عليه لرائد السينما في تونس وفي القاره الافريقيه البرسة ما مشاكل يعني باش نعديو الفيلم بتاعو عمل زوز افلام روائيه موجوده عين غزال وزهره باش نعديو منهم فيلم عين غزال واكومبانيمون ميوزيكال تاع ديو تونسي عود وبيركسيون احسن العريبي اكومبانيمون ميوزيكال احسن العريبي وباش تكون معاه إينان المورالي هي من شابه تونسيه هذه حاجه جديده على خاطر لوسمي كونسير مسلسل نعرفوه بالبيانو دونك كاينه تو نسنيه شويه الحكايه وتجربه جديده حتى لحسن وبخلاف العيد ميلاد 120 للسينما شنو عندكم اخر تظاهره؟ عندنا حضور رشيد مشروع بدون حضوره الجسدي هنا لانه كان موجود في مهرجان ليبيا وكانت من المفروض كان في نجمة التحكيم كان من المفروض هيركلا باش تعمل من 18 الى 23 اوت بعد ليبيا والمشاكل اللي حكينا عليها بكري خلتنا نوخره لكن رشيد مشروع بدا يصور في فيلم جديد لكن احنا متفاهمين عليه معاه في برنامج اسمه حكايات غير مكتملة ثلاثة أفلام وثائقية عملها باش نقدموهم في ملتقى هيرلا السينمائي منهم فيلم رائع عمله رشيد مشراوي عنده تقريب 10 سنين ولا 15 سنة اسمه عرفات ماي براذر أخي عرفات يحكي وجهة نظر الطبيب أخو ياسر عرفات يحكي على 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 أخوه وعلى النضال نتاعه وعلى الشخصية هذية باش نعطيه لأنه الفيلم هذا أثر بصفة غريبة الذاكرة الفلسطينية من خلال الفيلم هذا رائع باش نقدموه للشباب هنا هو من الأفلام اللي نفتخروا بتقديمهم في الدورة 11 لملتقى هيرلا السينمائي بعض الأفلام الأخرى اللي ما زلتم ما قلتوش عليها أنس كمون الملاصقة العام من الملتقى مش نحيي ذكرى الحرب العالمية الأولى 14-18 باش يقع عرض فيلم لو كونت دو تيغوي تاع عثمان سامبين ماذا بيا سي محمد يحكي على عثمان سامبين هكا سامبين خو سي طاهر شريع فوالا خو اللي ما جبتوش امه لكن كان اكثر من خو لانه اللقاء ما بين سامبين وعثمان سي طاهر شريع سي طاهر شريع سنه 65 هو اللي اسس ايام قرطه السينمائي سي طاهر شريع يقول انا مش المؤسس الوحيد سمبان عثمان من المؤسسين وسمبان عثمان اللي معروف واللي عمل عدة أفلام حتى انتم خصصتوا الدورة التاسعة وقت اللي توفى سمبان عثمان سمبان عثمان عمل أفلام شاركت فيهم يعني شركات إنتاج غربية في الفيلم هذا رفضوا لأنه يحكي على واقعة تخجل الجيش الفرنسي اسمه كوند تيروي كيفاش يعني ما يسمى بالتيرايور الجيش اللي من افريقيا مشى يعاون في فرنسا وفي عده بلدان اوروبيه في الحرب العالميه الاولى وقع اضطهادهم وقتلهم لانهم طالبوا بحقوقهم في السنغال والفيلم هذا رفضت فرنسا باش تنجو ورفضت مهرجان كان باش يعرضوا في نفس السنه الفيلم هذا يتعدى في فينيس ويتحصل على جائزه اللجنه التحكيم الخاصه ترفضه كان تعطيه جائزه يعني باش نعرفوا علاقتنا شنو فينيزر والفيلم هذا نعتز به لانه انتاج مشترك تونسي جزائري سنغالي يمثل انتاج جنوب جنوب واحنا اخترناه لاحتفالنا ب 100 سنه على الحرب العالميه الاولى وباش باش يتعدى كوندي تيروي المنج ربي في النهار ولا في الليل؟ لا في الليل في الليل ما فماش عرض خاص في النهار؟ لا التكنيك التكنيسيان المونتوز نتاعو تونسيه هي كاهن عتيالي باش تكون ضيفه عندنا وباش تعاوننا برشا لان من بعد نقول لكم انس كمون الخدمه اللي باش تخدمها مع الشباب الفيلم هذا باش يقع عرضه يوم السبت الجاي ونهار لحد الصباح لقاء مع مؤرخ
سي فيصل الشريف والاستاذ حبيب غزالي باش يكونوا موجودين وباش يحكيوا لنا على وجهه نظر تونسيه للذاكره التونسيه في الحرب العالميه الاولى، لانه الناس ما تعرفش اللي في بنزرت فما توانسة حبوا يجبروهم باش يمشيوا يشاركوا في الحرب العالميه وقت اللي رفضوا قتلوهم في بنزرت. الاحتلال الفرنسي اطلق عليهم النار لانهم رفضوا باش يشاركوا في حرب مش حربنا. يعني فما اشياء لازم الشباب يعرفها. ملتقى هذا السينمائي سينما لكن ذاكره ولكن محاوله يعني تعريف الشباب التونسي اللي قاعد يعيش في فتره جديده ما يسمى بالربيع العربي بذاكرته، لانه بدون ذاكره ما عندنا فيك تمشي. واضح وصريح. به العمل اللي باش يكونوا مع الشباب في ملتقى هرقل السينمائي اكيد هنا نتكلموا على الورشات اللي باش تكون. كالعاده الورشات ممكن حتى اكثر شويه من العاده على خاطر نمنوا اللي الملتقى يلزم هو اللي عنده بروفيل نتاع انتاج مش انتاجات كبيره لا محاله، اما صغيرات اللي تو عندهم 10 سنين ما يتفرجوا في الافلام ما فيها باس كان يبداوا يعملوا الافلام. دونك فما الورشات نتاع العاده اللي هما الانيماسيون، فما الكاريكاتور، فما ليزار بلاستيك، فما لا فوتوغرافي، فما لو دوكيومونتير، فما محمد ملاس وكريسوستين باش يعملوا اناتولي نتاع اكريتور في الدوكيومونتير، وفما حاجه جديده اللي هي لابوراتوار دو فيلم انشبي، معناتها هذه مخصص الاعمال الطلبه طلبه ديزيكول دو سينما اللي عندهم افلام انشبي عندهم التو مازالوا ما راوش النور، باش معنا مدام كاهن عطيه سنه باش قال لي خاطر تنظر في الملفات وتحاول باش نحاولوا باش نسالوا على الطريقه الصحيحه خاطر ننظر في الملفات. لا نعرف نعرف كاهنة ما لا شك فيها بنحكي على لغه ننظر في الملفات هذه. لا هي عندها لو بروفيل بيداغوجيك لكاهنة مش على هي نحكي انا نحكي بصفه عامه. وان شاء الله الافلام هذه بالك شي نشوفوها على ليزيكرون دو ليكرون دو هرك العام الجاي. اما ايمان كبير انه الصغيرات يلزمهم يتعلموا يتفردوا ويتفرجوا اما زادا يعملوا الافلام. به بعد الملتقى اونس كامون شنو عندك؟ بعد الملتقى هو الملتقى من 3 ل 7 سبتمبر، فما نهار 8 سبتمبر باش نتنقلوا من هرقله باش نمشيو لصياده، نحبوا نعملوا سهره الذاكره باش نعرضوا فيها فيلم طاهر شريعة تحت ظلال بوباب للمخرج سي محمد جلوف. هو هنا سي محمد في كاسكيت المخرج فوالا هذيك علي هنا اللي قاعده نتكلم فوالا هو مش لاهي بيدا هو ما جاش فوالا دونك باش تصير هذيا سي اون كو اورغانيزاسيون دونك الجمعيه الثقافيه دونك افريقيا المتوسط ومعها الكلوب ديزاغ تاع الشريعة في صيدا باش يكون العرض هذايا في فضاء سيدي عمار بصيدا، وهو هو هو لم وفاء والفيلم هذايا يقعد ديما مهم. اي مره الحكايه باش تتواصل معناها ما بعد هذايا عندنا تظاهره اخرى عندنا نهار 9 راحه هذيك اي راحه زعما راحه فما تظاهره اخرى باش تصير في سوسه في المتحف الاثري بسوسه من 10 ل 13، هو ايفينمون جديد في دورته الاولى اسمه سينما او موزي، وباش يقع هي تظاهره تعتني بالسينما القديمه والسينما الصامتة السينماوات القديمه معناتها تونسيه افريقيه وممكن حتى عالميه. الليله الاولى دونك لوفيرتور باش تكون مع لو فامو البير سمام الشكلي باش يتعرضوا برشا من افلامه دونك دوكيومونتير اي فيكسيون، وما سنه لا سيماتيك دو بولونيا خاصوا له ريتروسبكتيف وتعرضوا برشا من الافلام، وقلنا نحن زاد نتاعنا يلزمنا كمان. وعندنا زاد دوك ليله فما 3 افلام نتاع شارلي شابلين، وليله اوماج لجاك باراتي المخرج نتاع فيلم كوحا اللي هو كان فيه اكتشاف عمر شريف كلاوديا كاردينال
وليلة رابعة هو أوماج لمدينة نابل، شق عرض زوز أفلام سامتا زادا بطريقة سيني كونسير زادا. كان شاء الله تكون التظاهرة هذه هي ترى هي حاجة حلوة برشا، إن شاء الله تنجح باش نجمو نواصلوا، على خاطر الغرض من هذه الكل هو مش أن نوريو الأفلام برك، أما باش تكون كاينها حث على الأورجانس متاع كيفاش سي محمد زعما نعاود نرجعو لأفلامنا ونشوف اللي يقول أفلام أو صورة يقول ذاكرة سمعية بصرية. بلدان شمال العالم نرجعوا لها نفس الشيء، قاعدين يهتموا بالذاكرة نتاعهم ويرموا فيها، وفما أفلام تعملت في أول القرن رجعت للشاشة. يعني مهرجان كارتاج عنده، مهرجان كان كلاسيك، مهرجان فينيس كان فينيتسيا كلاسيكي، كلهم يعتنيوا بالذاكرة نتاعهم ويرجعوا حياة جديدة للأفلام نتاعهم. احنا نفس الشيء نحبوا نهتموا بالذاكرة نتاعنا ونحبوا نرموها ونحبوا نحسوا الشباب نتاعنا بأهمية الحفاظ على الذاكرة هذه. ومثلا فيلم كيما جوحار نتاع جاك باراتيه اللي باش نعاودوا نعرضوا، يعني نسخة مرممة باش نشوفوا فيها كيف وقع اكتشاف عمر الشريف، هل الممثل العالمي اللي خرج حدود مصر، وقع اكتشافه من فيلم تونسي. يعني جاك باراتيه مخرج فرنسي لكن الفيلم انتاجه تونسي، كلاوديا كاردينالي اللي معروفه برشا زاد وقع اكتشافها في المدايا. فما عندنا كنوز تونسيه مخبيه وكنوز عالميه باش نحبوا نرجعوها للشباب هذايا، لانه يعني قلت لك اذا ما نهتموش بالذاكره تاعنا. هو نهار ماكش تقول كنوز، راه باش تقول اساطير، هاو نذكروها مع بعضنا الكلمه هذيا هنا. نغزروا عينينا، تجي في عينين الشباب اللي يبدا مهتم، والأطفال اللي كل عام يجيوا أطفال جدد، هذاك اللي يخلي ملتقى هركلة السينمائي يصمد بميزانيات ولا ببيروقراطية ولا لا، باش يكون موجود، لأنه فما شباب وفما ناس قاعدة تستنفع من التظاهر هذه. عروض الدورة 11 باش تكون الخمسة وال باش تكون الخمسة والتسعة نتاع الليل. التسعة فوالا. في المعصرة نتاع الزيتون. وزوز في المعصرة، الخمسة زادة في المعصرة ولا في دار الثقافة؟ في دار الثقافة. والعروض نتاع الليل هما في المعصرة. ما تنساوش كل يوم الصباح. لي زاتولي كل يوم الصباح الضيوف نتاعنا ما ياخذوش كل واحد القهوة نتاعه والكابوتشينو والبريوش في ليجي، كلهم يتلموا في دار الثقافة. فطور الصباح مع ضيوفنا باش يشوفوا محمد ملس، كريسوستين. باش يكون حاضر معنا غدوة فاضل الجزيري باش يجي يعمل شهادة على سي عبد الوهاب المدب، طلبنا منه باش يجي وقبل الدعوة. احنا يجي في الافتتاح في السنة التاسعة من التاسعة، احنا فرحانين اللي باش يساندنا في التظاهر هذه. وكل يوم في الصباح من فطور الصباح حتى الماضي ساعة نتاع الليل فما أشياء تقع في هرقلة وتهم الشباب والشياب اللي كيفي واللي مقيمين في هرقلة واللي يجيونا من سوسة ولا من تونس. وإن شاء الله دورة 11 تأسس الدورة 12 أحسن أقل حاجة. جوهرة FM الدنيا وما فيها.